بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة والنهاردة هنتكلم معاكم عن نتكلم الأول خالص عن اختيار الأمهات وإزاي اختار الأمهات ومواصفاتها النهاردة بقى هنتكلم عن اختيار الأرانب نفسها وتسكينها في 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 المزرعة بتاعتي أولا اختيار الأرانب عدة أجزاء نتكلم فيها واحدة واحدة يفضل اختيار الأرانب بتكون أعمارها هي صغيرة من شهرين لثلاث شهور طيب اشمعنى ليه عشان اعرفها الارنب كده عامل ازاي قدامي هل في عيب ولا ما فيهوش كويس ولا مش كويس وتاني حاجه عشان يتعود عندي في المزرعه بتاعتي يبقى لسه صغير ما مستغرب مني يا عم اقول لك ليه علشان الارنب الصغير بيتكيف على المكان الجديد وياخد ويدي معاك كده فتره وكمان يكون اخد ايه واخد عليك وخدت عليه ولا يفضل الامهات العشار ما جابش امهات عشار خالص في التربيه اشتري امهات بكره افضل طيب قبل ما تشتري ارنب جاهز بطارياتك والنبل بتاع الميه بتاعك دو وميتك وتلاقي كل حاجه شغاله تمام تروح بقى تجيب, تجيب الحاجات بتاعتك تبقى انت كده عامل خطواتك ومستعد وجاهز هات بقى الارنب والامهات وحطها تلاقي مكانها جاهز والشرب جاهز والاكل جاهز يفضل نقل الارنب ايه في الليل وخاصة في فصل الصيف طب اشمعنى لان الحرارة بتبقى زيادة ممكن تتعب منك في الطريق كمان أول ما نجيبهم نزل في الميه ايه في أ ده لتلاته إيه طب اشمعنى لتعويض الأرانب على عملية الفقد من خلال النقل؟ يكونوا مثلا عوّقت على عليهم جاعوا جامد آآ آآ بقى نقص عندهم آآ آآ يعني فقدوا المياه اللي موجوده في بطنهم كتير فبيحصل عندهم ضعف شويه عشان تعوّضهم ويتحسنوا معاك. طيب بعد كده جهز سجلاتك بقى عباره عن اجنته صغيره وترقم فيها كل أم. رقم في كل ام لوحدها وكمان ما تنساش الذكر هو العنصر الاساسي ويكون اكبر من الاناث شهر على الاقل والنقطه الاهم اصبر على النوتي في التلقيح ما, ما تتسرعش خليهم يعدوا خمس شهور واي اسئله انا تحت امرك اكتب لي في التعليقات وانا برد عليك يعني عايزك خطواتك كده بالتاني في التاني السلامه مش عايزك بقى تبقى انت جايب ارنب صغيره تروح تلقح كده وهي صغيره غلط طب انت كده هتفرمهم الاخر خالص مش هتخليهم يعيشوا معاك ولا يدوكش انتاج كويس ويا رب يكون وصلنا معلومه ليكم صح وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته